عرفنا عن الخط. الحاج محمد ابو دبوس من مدينه عكا القديمه. نعم، تحكي لنا شو المشكله اللي صارت معكم؟ صارت المشكله اول ما طلعنا من عمان، لو سلنا معان الشوفير تاه فينا اول توها، وثاني شغله لما طلعنا من ابدار علي طلعنا حوالي 100-150 كيلو، الشوفير تعب ارهاق تعب. قال لي بدي اريح، قلت له ريح. من بعد ما ريح غفي غفو منيحة، وصابوا اكتئاب وصابوا كثير مشاكل. قعدنا حوالي 6-7 ساعات لشجرة شرطة مراقبة السير السعودية، وشكرا على الشرطة السعودية ساعدتنا كثير، وأمنتنا بباص، جابت باص وغيرنا الشوفير، ضلوا اجوا اخذوه، اجى الاسعاف اخذوه على المستشفى. شو صار؟ صابوا اكتئاب على السن. نعم، مصيح كان نايم وقام مصيح وهذا. طيب قلنا له هذا، قلنا الناس شرطه المرور شافوا، جابوا لنا الاسعاف واسعفوه، جابوا لنا باص ونقلونا لمكه. نعم، انت حكيت انه لازم تكون مرافق له. قبل مره انت كنت في العمره؟ انا الحمد لله كنت عمره، وهي سابع حجه الحمد لله. الحمد لله بطلع بحج ومرافق، يعني اداري باص. نعم، طيب تحكي لنا ما كان مرافق للشوفير؟ ما كانش مرافق، وقالوا لنا لازم يكون في مرافق من الاجتماع اللي كنا موجودين في القدس. القدس، نعم. قالوا لنا في السنه بيطلع مرافقين، شوفير اثنين يريحوا بعض. لما اجينا على الشونه بقول لك البعت هن على قول الاردنيين يقولون ان البعثة السعودية ما قدرتش تنطين شفريتنا. اها، هذا اللي سمعناه وعرفناه. شكرا. طيب وجهتوا انتم للجنة؟ وجهنا للجنة، وهي بقول لك هاي غلط من الاوقاف ومن الاردنية. يعني الاشي مش بايدهم. مش بايد اللجنة هون، بايد بس لازم هن يقدموا تقرير. نعم، لازم يعبروا عن سياحنا. نعم. اطلب من اللجنة انه تقام وتساوي هذا المشكلة، يعني الرحلات قادمة إن شاء الله. الحمد لله.